قالوا لي ذاكر في الثانوية تستريح في الكلية، قلت خلاص أنا لازم أذاكر، دخول الجامعة ده مش بالساهل. وقالوا لي إن صيدلة دي كلية كلها تعليم وسهل تبقى من المعيدين، لدرجة إني بقيت مستني الطب المجد العلم الفن الفهم الشغل، وبحلم بيها كلمة واحدة صيدلة. لا ابنك مجنون يا حاج، شوف من بعد يا دكتور مفيش حاجة اسمها الكلام ده، وطلع كله كلام عادي. تشكك فيا؟ صيدلة مفيهاش تعليم. هوبا فيها سكاشن ريحتها كفاية، تدخل سكشن يوم متأخر. انت يا دكتور اطلع برا البس بالطو وادخل تاني، اقفل بالطو والنضارة والسفارة واعمل شيكينج جواتشم. ايه القرف ده يا باشا؟ قسم الفارما انت دكتور، انفار والعفار والهمباكة والمطار والشفوي كله خضار. قالولي الصبر هتعمل ايه؟ مدام دي فايجة وفيها ايه؟ انا اللي مخلفة بروتة، اكيد في ناس كده مبسوطين. يا موكوس يا ابن الموكوس، اشمعنى انت شي حزين؟ هيدا على مغدي وقلبك يا ابطال. هدخل سكشن لابس البلطو برا المعمل وقفل البلطو، مفيش تليفون تحت البنش وانا في الشغل مفيش معلش. اوعى الديدان قسم البايو التايتريشن كي سي ان والدي اس برضو عالبس والجرس، وفي حضرة اقعد قدامه في اول بنش ومش هنام، وعند الصبر انا بدي جناح. ونسمع كلام ده كترتنا مادتي مادة تقدير، زي ما تقدرني هقدرك. انتوا ولادي لا ما تخافوش، اشتري الشيت والكتاب نجح ووفق بإذن الله. انت عارف في الايوبات انه متي طبعا، يلا بقى العب في التين. عايز تطلع دكتور وتفضحنا يا محي؟ فجأة لقيتني شايل المادة، زعلت شوية وقلت خلاص مش هشيل مادة تاني، بس خلاص اخدت قرار. ولبست التانية ثم التالتة هوب الرابعة، ظروف خمسة نمرسي لا متشكر لا كده اي ما قلنا اي، هوب التاسعة لا كفاية. بس خلاص ده مش هزار، حي صيدلة دي سوق خضار. نحب نقولها للناس كلمة هي ليه عاوزين يدخلوا صيدلة؟ حي صيدلة كلية جميلة. ابنك تعبان يا حاج، هتحافظ لك كده على عقلك. ما انا تشيفت يا دكتور، عمرك ما هتتجني ابدا. اوعى الفار يا عبد، عمرك ما هتتجني ابدا. لو سمحت كنت عاوزة عمرك ما هتتجني ابدا. ممكن كيس للونس من الحياة، عمرك ما هتتجني ابدا. لو سمحت كنت عاوزك من بامبرز فارم، عمرك ما هتتجني ابدا. بعد اذنك بس يا دكتورة، عمرك ما هتتجني ابدا. العلبة اللي فوق اللي هي عمرك ما هتتجني ابدا. لا مش العلبة الذهبية التانية، عمرك ما هتتجني ابدا. ثواني بس يا اخوانا، عمرك ما هتتجني ابدا. حاضر اقول له من عينيا، عمرك ما هتتجني ابدا. عايز بس كده شريط تمول ورقتين بفره.